السلام عليكم. 60 مظليا من النخبة يرفضون القتال في أوكرانيا. وزير الدفاع يرسل نائبه لمواجهة التمرد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قالت صحيفة داسن البريطانية نقلا عن تقارير أوكرانيا أن نخبة من المظليين الروس قاموا بتمرد بعد أن شهدوا القضاء على رفاقهم في المعركة. وبحسب التقارير ينتمي الجنود إلى مقر رئيس للقوات المحمولة جوا في بوكسوف بجمال سوريا بشمال روسيا، موضحا أنه تم نقل القوات الرافضة إلى بيلاروسيا كجزء من قوة الغزو، لكن بعد تمردهم تم إرسالهم إلى قاعدتهم في بوسكوف. وأكدت التقارير أنه تم فصل بعض ووصفهم بأنهم جبناء، بينما يستعد البعض الآخر لمواجهة ما يعادل محاكمة عسكرية روسية مع أحكام محتملة بالسجن. وبحسب ما ورد أرسل وزير الدفاع سيرغي شيوغو أحد نوابه إلى بيسكوف للتعامل مع العصيان. وبحسب وسائل إعلام أوكرانيا فإن 60 جنديا أو نحو ذلك كانوا من نخبة المظليين، ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن، على الرغم من أنهم ينتمون إلى بيسكوف وهو مقر رئيسي لأفضل القوات المحمولة جوا في روسيا. وأفاد موقع بيسكوفسكا المعارض الروسي أن حوالي 60 جنديا من بيسكوف رفضوا خوض حرب على الأراضي الأوكرانية وفقا لمصادرنا. وأضاف بعد الأيام الأولى من الحرب نقلوا أولا إلى جمهورية بيلاروسيا ثم عادوا إلى قاعدتهم إلى بيسكوف. وأوضح أن معظمهم مفصولين حاليا، لكن بعضهم مهدد قضائيا وجنائيا. في الأخير إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.